القائد علي عمر بن جعفر الكثيري مؤسس الدولة الكثيرية الأولى أعلن قيام دولته من ظفار قادما من حضرموت لتكون ظفارا عاصمة للدولة الكثيرية سنة 816 هجرية. قصد ظفارا وهو رجل معروف برجاحة عقله وبأسه، وكان ذو رصانة وحكمة والتي ورثها عن أجداده ليكسر جماح من أراد الفتنة والفرقة. انتهت رحلة القائد المؤسس ليتوفاه الله بعد إعلان قيام دولته، وبعد أن ثبت أركان الدولة تاركا أبناءه القادة عبد الله بدر محمد ليكملوا مسيرة والدهم القائد علي عمر بن جعفر الكثيري.